بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء 4 يناير، وهذا التاريخ هو تاريخ دخول منزلة سعد الذابح. هذه المنزلة تبتدي من 4 يناير إلى 16 من يناير. الأجداد قالوا عنها أن في سعد الذابح لا وجوه تشابه ولا كلاب تنابح ولا عطار رابح، يعني مع هذا القر وهذا البرد الوجود ديال الناس مع داك الجريحة وداك الشيء ما كتشابهش، ولا الكلاب تنابح، لأن مع هذا البرد الكلب كيدخل داك البرد والقس يعني كيبغي غير الدفء وكيبحث على شي حاجه. وحتى داك الكلاب اللي كتكون مع راعي الغنم، داك الراعي كيكون دخل الغنم ديالو الزريبه وسد عليها، يعني الكلاب ما عندهاش حراسه. ولا عطار رابح، لان العطار كيدور في القرى والمداشير ومن قبيله لقبيله، ولكن مع هاد المرزله ديال البرد، البرد القارس كيريح كيشد واحد العطله، يعني ما بيع مشاري كيقولوا ولا عطار رابح. وفي هذه المنزله اللي هي سعد الذابح، سعد الذابح كيقولوا عليها ان سعد الذابح يقتل النعجه، يقتل النعجه ويخلي ولادها الضابح. سعد الذابح يقتل النعجه ويخلي ولادها الضابح، ولكن ديك النعجه اللي كنقولوا حنا كبيره في العمر او مريضه او ما تحملتش هاد الحراره اللي متدنيه، يعني هاد البروده. وسعد الذابح كلب ما نابح، يعني على السراح اللي دخل الكسيبه ديالو سد عليها في الزريبه. سعد الذابح كلب ما نابح وفلاح وما فالح، ما عنده لا خدمه لا كيقولوا لا دماء، يعني الفلاح كيسد عليه في دارو لا كاين شي نعاس ولا كاين شي ماكله سخونه او ما شابه. سعد الذابح كلب ما نابح وفلاح وما فالح وراعيه ما سارح كما قلنا. وهذه المنزله شديده البروده، شديده البروده هي اللي حنا فيها دابا، كقلنا كتكون من 4 يناير الى 16 من نفس الشهر. الانسان الان ولا هادشي ديال التدفئه ولا هادشي ديال التقدم، ولكن واحد الوقت كان الانسان يبحث عن التدفئه. الاجداد ديالنا كيبحثوا على التدفئه، مثلا كيلبس هاد الجلباب ديال الصوف، او مثلا يقتربون من مواقد النار، ولا كتلقاهم مجمعين حدا الكانون ولا حدا الفرن اللي هو تقليدي او عند المجمر، وكياكلوا اشياء ساخنه مثلا بحال البيصاره ديال الفول ولا الحساء ولا المرقه، ولا كتقرب هاد اللي كيقول لها حيدوسه كيذبحوا داك الطيور او اللحم على حسب كل منطقه. مثلا حنا عندنا كيذبحوا الدجاج او ديك الرومي. الاجداد قالوا عن بردها، قالوا ان الدفا عفا والبرد قتال، يعني الدفا عفا والبرد قتال. ندف في راسي غنبقى صحيح، البرد قتال فعلا كيدخل مع العظم ويدخل مع اللحم صعيب. وكيقولوا دخان يعمي ولا برد يقتل، اللهم نبرك هذاك الكانون وذاك الدخان ديالو كيعمي العينين ويبكي ولا البرد يقتل. وسعد الذابح من السعود الاربع، وهي سعد الذابح وسعد البولع قريب وسعد السعود وسعد الخبيه. هذه السعود لها حكايه في التراث الشعبي، تقول ان رجلا كان ينوي السفر، وهذا الرجل كان اسمه سعد. هذا الرجل كان ينوي السفر في هذه المنازل الاربع، فمنعه والده من السفر في هذه المنزله او في هذه المنزلات، لانه يعلم ان هذه المنازل شديده البروده. لكن هذا الرجل سعد تجاهل وصيه والده وقرر السفر، وفي طريقه تغير الجو وهبت رياح بارده واسودت السماء ونزل المطر والثلج، فاشتد الحال على سعد فلم يجد الا ناقته فذبحها واحتمى بداخلها من قساوة البرد، فسمي سعد الذابح. وبعد أن احتمى بداخلها من قساوة البرد دب في بطنه الجوع فلم يجد إلا أحشاءها، فسمي سعد البولع. وبعد أيام هدأ الجو وأشرقت الشمس ففرح سعد بنجاته فسمي سعد سعود. ولما خرج سعد وأخرج اللحم من الثلج سمي سعد الخبية. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه المنزلة صيبا نافعا، لأنها تحتاج المطار الغيث،
نسأل الله صيبا نافعا وغيثا مغيثا يخفف من هذا البرد القارس. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.